نظن المباراة القادمة تاع في أدغال إفريقيا راح تكون بإذن الله سهلة وبإذن الله تأهلوا روه بعيد يعني هي في العادة المقابلة تاع الدور تمهيدي في العادة المستويات تاع الفرق المنافسة تكون مستويات ضعيفة نوعا ما ونظرا لأن القائمة الإفريقية المعنية بالمقابلة الأولى جل بها هي هم يعني عناصر تاع التشكيلات تاع الموسم الماضي لذلك نرى يعني نشوف باللي من الممكن جدا انه المقابلات الاولى تاع الدور التمهيدي راح تكون في المتناول ان شاء الله الفريق هذا انا يعجبوني هاد ليجان صغار ويقدروا يروحوا بعيد سواء في كاس افريقيا ولا هنا نطلبوا من الطاقم يكون مليح ثاني ويدعموهم وما تكونش مشاكل فيما يخص مباراة وفاق في هذا الغالي افريقيا ان شاء الله تكون موافقه ان شاء الله بما انه إحنا يعني كاينين دوزي في الجزائر صرحنا والسيربي ان شاء الله نكونوا موافقين يعاودوا يرا ترابي وان شاء الله العام اللي فات هذاك جينا اليوم نهضروا على وفاق سطيف ورب ان شاء الله يروحوا الادغال الافريقيه ورب ان شاء الله نروح بعيد